طيب تمام. أولا كل سنة وأنتم طيبين. معرفش يعني بعضكم عرفني السنة اللي فاتت، درسنا لكم في الترم الأول لو فاكرين، ما قبل عصر الكورونا. المحاضرة بتاعتنا بتاعت المشروع النهاردة إن شاء الله هتبقى عن بريف كده للديزاين بطريقة الالاوبل ستريس ديزاين. طبعا اللي انتوا درستوه معانا في سنة تالتة، درستوا ديزاين الستيل ميمبرز باستخدام كود ال LRFD اللي هو بيناظر الديزاين باي ليميت ستيت، يعني زي ما انت بتدرسه في الخرسانة. لكن في الحقيقة احنا في مصر حاليا عندنا تو كودز لديزاين الستيل ستراكشر. الكود الاولاني اللي انت درسته معانا في سنة تالتة وبتصمم بيه المشروع بتاعك هو كود ال LRFD. لكن في كود كان أقدم منه وموجود بقاله أكتر من 30 سنة المهندسين بتستخدمه، اللي هو ال Allowable Stress Design. وانتوا إن شاء الله لما تتخرجوا هتلاقوا في مهندسين كتير في المجال الهندسي بتاعنا في تصميم الستيل ما يعرفوش غير ال Allowable Stress Design. فأنت اتعلمت في الكلية معانا طريقة للديزاين، وفي مهندسين كتير ما زالوا موجودين في المجال الهندسي بتاع التصميم ما يعرفوش غير الـ Allowable Stress Design مثلا. فاحنا عشان نقفل الجاب ديت بنديكوا المحاضرة دي، ويمكن المحاضرة الجاية كمان الدكتور أحمد حسن هيكمل بعدية بريف للديزاين باستخدام طريقة الـ Allowable Stress Design. وزي ما قلت احنا بندي المحاضرات دي لطلبة المشروع على اساس ان انتوا هتبقوا اكتر ناس هتبقوا معرضين لتصميم ستيل ستراكشر. فلما تيجي تتعامل مع مهندس اقدم منك بعشر سنين او 20 سنة وكل معلوماته في الديزاين هي الالاوبل ستريس ديزاين فقط، يبقى انت في كومن لانجويج بتقدروا تتفاهموا بيها مع بعض. طبعا عملية الديزاين عموما كده، لو قلنا in general أي عملية ديزاين لازم بيبقى لها كذا aspect. أول aspect إن الـ strength بتاع الممبر اللي أنت بتصممه لازم يقدر يتحمل الأحمال اللي المنشأ بيتعرض ليها، وده اللي بنسميه الـ strength. طبعا إحنا في الديزاين بالـ LRFD كنا دايما بنقول ان الاحمال بتاعتي بعمل لها فاكتورينج، يعني بضربها في معامل اكبر من واحد، وكانت المقاومه بتاعت الممبر بتتضرب في ريزيستنس فاكتور اللي هو الفاكتور فاي، وكنت بقول ان الممبر بتاعي سيف في ال ار اف دي ممبر از سيف if ال R ultimate، وال R ultimate دي بنقصد بيها ال factored load أصغر من أو تساوي ال phi resistance factor في ال Rn اللي هي مقاومة الممبر. يبقى دي هي ال factored loads أو ال factor forces اللي موجودة على الممبر، سواء كان الممبر ده تنشن او كومبريشن او بيم او بيم كولوم. انا بحسب الستريننج اكشن على الممبر دوت وبحسبها من الديد ومن اللايف ومن الويندو والايرث كويك. بعد كده كل واحد من الاحمال دي بيضرب في لود فاكتور مناسب، وليكن مثلا 1.2 ديد زائد 1.6 اللايف، يبقى انا كده جبت الايه اقصى حمل او اقصى فورس موجوده في الممبر. لازم ده يطلع اصغر من الريزيستنس فاكتور، والريزيستنس فاكتور ده كان دايما بيبقى معامل اصغر من الواحد الصحيح. في مثلا الكمبريشن ممبر كان بيساوي 0.8، في البيمز كان بيساوي 0.85 and so on، في الكونكشن مثلا بيوصل 0.7 او 0.6 حسب انا بصمم ايه. الار ان اللي هي الممبر ريزيستنس، الممبر ريزيستنس ودي نقدر نتخيلها انها ايه حمل الكسر
اللي هيتكسر عليه الممبر دوت طبقا للستريننج اكشن. يعني لو ممبر تنشن ممبر، لو تخيلت ان الممبر ده جبته في المعمل وحطيته في مكنه الشد اتكسر مثلا على 20 طن، يبقى الريزيستنس بتاعت الممبر ده او اقصى حمل هيقدر يشيله هو 20 طن، بعد كده هضربه في الريزيستنس فاكتور وليكن 0.85، يبقى الممبر دوت مقاومته الامنه هي ال 5.85 في ال 20 طن اللي بيتكسر عليهم، وبالتالي حاصل ضرب دول لازم يبقى اكبر من الفاكتور لود اللي موجوده على الممبر. ده كده الديزاين ببساطه باستخدام ال ار اف دي اللي انت اتعلمته معانا. طب تشيك سترينث بقى في الاي اس دي، اللي هي اي اس دي ستاندز فور الاوبل ستريس ديزاين ميثود. في الالاوبل ستريس من اسمها كده انت دايما بتحسب ستريسز على الممبر، سواء بقى الستريسز دي ديو تو تنشن او ديو تو مومنت او ديو تو شير، ففي الاخر انت بتحسب ما يسمى بالاف اكشوال. الاف اكشوال دي دايما هتكون اصغر من او تساوي رقم تاني بنسميه دايما اف كابيتال الاوبل. ده الاكشوال ستريسز اللي على الممبر. على سبيل المثال مثلا الفورس على الاريا، او لو انا بصمم كاميرا ممكن اقول ام على اي اكس في الواي، ده لو كان عندي بيم. طب ايه هو الالاوبل ستريس؟ ده الالاوبل ستريس ده الاجهاد اللي مسموح بيه على الممبر اخذا في الاعتبار معامل امان. يعني ده عباره عن سي مثلا الاف ييلد على جاما او على اوميجا اللي هي معامل امان. طب الاكشوال ستريسز دي بتتحسب منين؟ الفورس اللي انا بحسب بيها الستريسز او المومنت اللي انا بحسب بيها الستريسز دي بتبقى وركينج ستريننج اكشن. يعني ايه working straining action؟ يعني straining action جايه من تجميع الفورسز من الديد لود واللايف لود او الويند لود بدون الاخذ في الحسبان اي لود فاكتور. يعني الاف اكشوال دي ديو تو ان فاكتورد لود، ديو تو ان فاكتورد لودز. وبالتالي اهم ديفرنس دلوقتي ما بين طريقة الديزاين بالال ار اف دي والاي اس دي، اولا انا لما باجي اعمل ستراكشر اناليسز في الاي اس دي بعمل اناليسز للحالات التحميل المختلفه ديد ولايف ويند على حده، ولما اجي اعمل لود كومبينيشن بجمع جمع جبري الحالات ديت بدون اي لود فاكتور. فده اول ديفرنس، ان انا في الاي اس دي ما عنديش لود فاكتور بتضرب فيه اللود كومبينيشن. الحاجة التانية معامل الأمان أو الأوميجا دي اللي هو السيفتي فاكتور بياخد into consideration أي مشكلة ممكن تحصل في الماتيريال وأي مشكلة ممكن تحصل في زيادة الأحمال، لأن طبعاً أنا ما خدتش أي سيفتي في الأحمال، فالأوميجا ده هو بارامتر هو اللي بياخد لي الافكت بتاع اللود انكريز والافكت بتاع اي ديفكت في الماتيريال. فده اول ديفرنس اساسي ما بين السترينث ديزاين في طريقه الاي اس دي وطريقه ال ار اف دي. في عندنا كونديشن تاني لما بعمل ديزاين باي طريقه، اللي هو لازم اعمل تشيك على الستيفنس بتاع الاليمنت ده، وبنقصد في الغالب ستيفنس يعني الديفليكشن بتاع الممبر. وطالما انا بحسب ديفليكشن هتلاقوا ان الشرط دوت ثابت في ال ار اف دي او الاي اس دي. ليه؟ لان انا لما كنت بحسب ديفليكشن في البيمز، وانت خدت معانا السنه اللي فاتت وصممت السنه دي في المشروع، لما بتيجي تعمل تشيك ديفليكشن على اي كاميرا انت بتعمل التشيك اندر سيرفيس لود، يعني بتعمل التشيك ديفليكشن نتيجه الان فاكتورد لود. وبالتالي اللي هيعمل ديزاين بالاي اس دي او بالال ار اف دي هما الاثنين هيتفقوا على ان حساب الديفليكشن بيتم باستخدام
الانفاكتورد لود او السيرفيس لود، والليمت كمان بتاعت المقارنه اللي بيقارنوا بيها هتبقى واحده. يعني انت كنت بتقول ان الديفليكشن بتاع الكاميرا مثلا due to service load ما يزيدش عن الاسبان على 300 في ال LRFD زي ما اتعلمت معانا، نفس الكونديشن ده موجود في ال ASD، يبقى ده ما بيتغيرش same as LRFD بالضبط. يبقى هنا اتفقوا ال LRFD وال ASD ان الديزاين بتاعهم لما بيجي يعمل تشيك على الديفليكشن او الاستيفنس او حتى في التنشن ممبر لما بتيجي تقول ان السلندرنس ريشو اصغر من 300، نفس الرينج ده ثابت ما بين ال ار اف دي والاي اس دي. لكن السترينث هنا بقى في ديفرنت كونسبت، ديفرنت كونسبت بتوين ASD and LRFD. يبقى الاختلاف الأساسي بين الطريقتين هيجي في حسابات السترينث بتاعت الممبر، لكن هما الاثنين هيتفقوا في حسابات الاستيفنس. طبعا أي ديزاين برضو لازم يحقق حاجة اسمها الكونستراكشن ريكويرمنت والمينيمم سايز بتاع الممبرز اللي أنا بصممه، وهنلاقي ان بالذات في الكونستراكشن ريكويرمنت برضو الكودين هيتفقوا مع بعض، اللي هو المينيمم سايز، يعني هقول ان ده سيم از ال ار اف دي. لو تفتكر مثلا كنا بنقول المينيمم انجل سايز اللي بستخدم فيها مسمار الدايمتر بتاعته فاي هي 3.3 الفاي او قطر المسمار، او المينيمم انجل في حاله الويلدت 45 في 45 في خمسة، أو المينيموم ثيكنس للبليتس 4 ملي. كل الحاجات دي ثابتة ومش هيفرق فيها أنا بصمم بأنهي كود. كذلك الأسبكت الأخير في الديزاين اللي هو إن أنا لازم أعمل إيكونوميك ديزاين، أكيد ده مش هيختلف سواء أنا بصمم بالـ LRFD أو بالـ AST. فإذا أنا الحاجة المهمة جدا في الفرق ما بين الكودين ان انا ابقى عارف السترينث بقى والستريسز بتتحسب ازاي على الممبر، عشان ابقى لو اتطلب مني ان انا اعمل تشيك على كالكوليشن شيت متقدمه لي من مهندس اخر مصمم بالاي اس دي، تقدر تراجع الكالكوليشن نوت ديت وتشوف هل هي مظبوطه ولا لا، والديزاين اللي معمول بزميل ليك صممه بالاي اس دي تقدر انت تو فيريفاي هل الديزاين دوت سيف ولا لا. زي ما قلنا ان ال تو فلسفي اساسيين، الالاوبل ستريس ديزاين ميثود واللود اند ريزيستنس فاكتور ديزاين ميثود، والاثنين طبعا بنستخدم لهم الابريفيشن اي اس دي او ال ار اف دي. الاي اس دي هي الطريقه اللي ابتدى بيها الديزاين في العالم كله من اكتر من 100 سنه، لكن في السنين الأخيرة وبالذات في آخر 30 سنة معظم الكودات ومعظم الدول ابتدت تنقل وتعمل شيفت ناحية الـ LRFD Design Methodology اللي لها أسماء كتيرة قوي، مش شرط يبقى اسمها LRFD. LRFD ده الاسم الكومن اللي مستخدم في أمريكا، لكن في البلاد التانية زي دول الاتحاد الأوروبي أو أستراليا أو كندا بتتسمى الطريقة دي Limit State Design Method، يعني ممكن تلاقي إن اسمها Limit State Design Method زي بالضبط الاسم أو المسمى اللي أنت بتستخدمه في تصميم الكونكريت Element. إحنا في مصر على أساس إن الكود الستيل البيس كود بتاعه هو الكود الأمريكي، فبنستخدم نفس الترمينولوجي LRFD. في طريقة الالاوبل ستريس ديزاين ميثود بتبقى المعادلة التصميم زي ما مكتوب قدامنا، الRN ده اللي هو الممبر ريزيستنس، مقاومة الممبر دوت قد ايه للكسر. طبعا انا دايما بتكلم
مقاومة المنبر للكسر، يعني لو منبر معرض لشد هيتكسر بتأثير الشد على كم قد إيه حمل، أو لو كاميرا هتتكسر على قد إيه مومنت أو قد إيه شير أو كونكشن، بولت مثلا هيتكسر على قد إيه شير. الريزيستنس دي بتتقسم على سيفتي فاكتور، والسيفتي فاكتور ده بيتراوح من 1.5 إلى 1.75، وده بياخد to take into consideration أي زيادة في الإحمال load increase وال defect في الماتيريال defect in material. ده الطرف الشمال من الـ inequality بتاعت الديزاين. طبعا الـ resistance على معامل الأمان لازم تبقى أكبر من أو تساوي سيجما كيو، دي اللي هي الـ service loads، أو ممكن أكتبها unfactored loads، الأحمال اللي موجودة على المنشأ في الممبر اللي بصممه، سواء كان الممبر ده compression member beam column. بعمل تجميع للحالات التحميل من الديد لود واللايف لود والويند لود حسب اللي هيديني critical load combination، وده بيبقى الطرف اليمين من الانيكواليتي، وبالتالي الديزاين بتاعك بيبقى سيف لو الانيكواليتي دي تحققت. طبعا من الحاجات اللي مهمه قوي في الاي اس دي ازاي اجمع اللود كيسز اللي انا عملت لها اناليسز، يعني انا صممت المنشأ بتاعي على او عملت لود كيس، اللود كيسز اللي عندي وليكن واحد كانت ديد لود، اتنين اللايف لود، ثلاثة الويند، أربعة الإيرث كويك and so on، يبقى ده ديد لود مثلا، ده اللايف لود، ده الويند، وده السايزميك. طبعا أول حاجة زي ما قلنا احنا بنجمع اللود كومب بتاعتنا جمع جبري، يبقى اللود كومب الأولانية مثلا هتبقى say dead زائد life، شايفين هنا أنا بجمع الديد لود زائد اللايف لود، كل واحد مضروب في فاكتور واحد بدون أي ماجنيفيكيشن لأيهم. الكيس الثانية ممكن يبقى عندي ديد زائد لايف زائد ويند، الكومب الثالثة ممكن يبقى عندي ديد زائد ويند فقط، الكيس الرابعة ممكن يبقى عندي ديد زائد ايرثكويك، الكيس الخامسة ممكن يبقى عندي ديد زائد لايف زائد الايرثكويك. طبعا التجميع بتجمع جمع جبري، ما بتفرقش ما بين ويند لود لايف لود ديد لود، لا ده انا بجمع جمع مباشر ما بين كل لود كيس انا عملتها. في الحقيقة الكود بيفرق الحالات التحميل اللي بيكون داخل فيها الويند والايرثكويك عن حالات التحميل اللي ما فيهاش ويند او ايرثكويك. اللود كومب اللي هي عباره عن ديد ولايف اللي بنسميها البرايمري لودز، دي بتتصنف انها كيس 1 او بتتسمى انها كيس 1. اي حاله تحميل برايمري زي الديد واللايف واخدت معاها effect بتاع secondary load زي الويند او الارثكويك او اللاترال شوك بتاعت الكرين مثلا، دي كلها بتصنف انها ما يسمى case 2. هتقولي طب هو ليه الكود allowable stress design بيفرق حالات التحميل اللي فيها case 1 وحالات التحميل اللي فيها case 2؟ لسبب بسيط جدا، ان بيقول لك لو انت الممبر بتاعك بتصممه على أحمال جاية من كيس 2، يعني داخل فيها ويند أو إيرث كويك أو لاترال شوك،
من حقك ان انت ترفع الالاوبل ستريسز بحوالي 20%. لكن لو بتصمم الممبر ده على حالة تحميل جاية من كيس 1 اللي هي الديد واللايف، هتستخدم الالاوبل ستريسز العادية اللي الكود بيحددها لك لكل ممبر من الممبرز اللي هنتكلم عليها، سواء تنشن ممبر او كومبريشن ممبرز او بيمز. طيب، وبالتالي انا عشان اشوف انهي ممبر هيبقى كريتيكال، هل هقول كيس 1 ولا كيس 2 الكريتيكال، بنقول مثلا لو انا عندي تنشن ممبر الديد زائد اللايف، يعني اقول كده اكزامبل فور تنشن ممبر، الديد واللايف جاب لي فورس في الممبر ده 25 طن، وكيس الديد واللايف زائد الويند جايبالي في الممبر ده بلس 35 طن. يا ترى انا هصمم على مين؟ طبعا ما تتخدعش وتصمم على الكبيرة وخلاص، لا، انا لازم اشوف دي اسمها كيس 2 اللي هي فيها ديد ولايف وين، ودي اسمها كيس 1. فاقول والله ان الكيس دي دلوقتي الفرق ما بين كيس 2 ناقص كيس 1 يعني ال 35 ناقص ال 25 طن على كيس 1 اللي هي 25، الفرق ده هيساوي 10 على 25 يعني حوالي 40%. فهنا طبعا معنى كده ان كيس 2 اكتر ب 40% من كيس 1 كاحمال، وبالتالي هي اللي هتبقى كريتيكال. كريتيكال ليه؟ لان هي في الاحمال اكتر ب 40% زياده، والستريسز الالاوبل الكود هيسمح لي ان انا ازودها 20% فقط. يبقى في الحاله دي اذن الكريتيكال is case 2، والفورس الديزاين فورس هتساوي 35 طن. طيب لو انا عملت اكزامبل تاني كان الديد زائد اللايف بيساوي 25 طن برضو، والديد زائد اللايف زائد الويند كان بيساوي 28 طن، برضو ما نخدعش واقول ان ال 28 طن دي هي الكريتيكال، لا، انا كل اللي هعمله هقول 28 ناقص 25 على 25، الفرق ده بيساوي 3 على 25 يعني حوالي 7.5%. يبقى هنا الاحمال بتاعت كيس 2 زياده عن كيس 1 7.5% فقط، في حين ان الكود بيسمح لي في الحالة دي ان انا ارفع الالاوبل ستريس 20%، فالحالة دي هتبقى نوت كريتيكال. انا احسن لي ان انا اصمم على ال 25 طن بس، واخد الالاوبل ستريسز العادية بدون ما ارفع الالاوبل ستريس. يبقى انت اول فرق هنا، صحيح انت بتعمل حالات تحميل بتجمع ديد ولايف وبتجمع ديد ولايف ويند او ديد ويند، لكن دايما هيبقى عينك على مقارنة ما بين هستخدم مين، هستخدم القيمة الكبيرة وخلاص ولا لا، ده انا هستخدم دايما كيس 2 اذا كانت بتديني قيم اكبر ب 20% من كيس 1، وهستخدم كيس 1 اذا كانت كيس 2 بتديني قيم كبيرة لكن اقل من 20% من كيس 1. ده طبعا بينفع لو انت بتعمل ديزاين يدوي او عندك منشأ بسيط، بقول لك الديت بيساوي كذا واللايف بيساوي كذا، لكن بالنسبه للديزاين اللي بيتعمل على برامج الكمبيوتر زي الساب مثلا، وبالذات في المشروع مثلا، انت مش هتقعد بقى تقارن حالات التحميل دي جايه كيس 2 ولا كيس 1 واكبر ب 20% ولا مش اكبر ولا اقل ب 20%. عشان كده بيبقى في طريقة اوتوميتد شوية تقدر تقول والله لما تيجي تعرف اللود كومب في الساب، لود كومب
can be defined as follows. يعني تقدر تحددها كالآتي. إزاي؟ هتقول والله load combo واحد هي عبارة عن dead زائد life. ماشي، يعني دي العادية اللي أنا عارفها. load comb 2 هتقول والله إنها بتساوي 1 على 1.2 مضروبة في الديد لود زائد اللايف لود زائد الويند لود. ليه قسمت على 1.2 هنا؟ قسمت على 1.2 لأن أنا عارف إن لو الديد زائد اللايف زائد الويند ما زادش عن 20% الناتج بتاع لود كومب 2 دي مش هيبقى كريتيكال عن كومب 1. تمام؟ وساعات بنكتبها 1 على 0.2 اللي هي 0.833 مضروبه في الديد زائد اللايف زائد الويند. لود كومب 3 بقى هتبقى اي حاجه فيها لاترال شوك، فيها ويند لود، فيها ايرث كويك، هتلاقي دايما اللود كومب بتاعتها مضروبه في 0.833 ديد مثلا زائد ايرث كويك. وبالتالي انت عملت تحييد للمعامل اللي هو زياده الالاوبل ستريس 20% زياده في حاله كيس 2، ان انت عملت ريدكشن لللود ب 20%، وبالتالي انت هتاخد القيمه الاكبر وخلاص من الكومب واحد او اثنين او ثلاثه. يبقى دايما لو انت شفت ديزاين في الاي اس دي وواحد عمل الديزاين ده بالساب ولقيت انه ضارب اللود كومب بتاعت الديد والارث كويك او الديد واللايف والويند، اي حاجه فيها سكندري لود ضاربها في 0.833، هتبقى فاهم ان هو عمل كده عشان ياخد مقارنه على طول او ياخد الانفلوب بتاعت اللود كومب دي كلها مع بعض وياخد القيمه الكبيره فيهم وخلاص. ولما يجي يعمل ديزاين مش هيستفيد بزياده الستريسز ال 20% اللي الكود قايل عليها، لأنه هو already خفض الأحمال بنفس القيمة اللي هي 20%. أرجو أن تكون الحتة دي واضحة بالنسبة لهم. أعتقد أن الميتنج هيخلص خلال 10 دقايق، مش كده؟ زياد. أيوة يا دكتور. الميتنج غالباً هيخلص خلال دقائق يعني. فأنت إيه لما يخلص بقى هتعمل الميتنج جديد بنفس اللينك بنفس كل حاجة، صح؟ هو على نفس اللينك حضرتك، هنخش تاني. طيب تمام، يعني قلت ايه ننبه كل زمايلك بنفس الشيء ان هو هيقطع غالبا خلال دقائق كده، فنخش على نفس اللينك تاني. طيب بالنسبه بقى للديزاين بتاع، احنا في المحاضره هنتكلم على ديزاين التنشن ممبر والكمبريشن ممبر وديزاين البيم. طبعا انا مش مفروض ان انا هشرح تاني ديزاين التنشن والكمبريشن اللي انت درسته في سنه ثالثه واللي انت اوريدي استخدمته في المشروع. انا هشرح هنا الفروقات او المين ديفرنس ما بين الاي اس دي هتصمم ازاي والال ار اف دي كنت انت بتصمم ازاي. طبعا في التنشن ممبر انت عارف ان التنشن ممبر لازم يحقق كذا ريكويرمنت. اول ريكويرمنت هنا هنقول الاف اكشوال اللي هو الستريس الفورس على الاريا نت لازم تكون اصغر من او تساوي اف كابيتال تي. طبعا انت هناك في ال ار اف دي كنت بتعمل تشيك على سترينث بحاجتين، حاجه اسمها ييلدنج وحاجه اسمها فراكشر. هنا في الاي اس دي احنا ولا بنفرق ما بين الييلدنج والفراكشر، وبنعتبر ان الاستريس اللي هينتج على الممبر ده هو ستريس وحيد هيسبب فيلير عموما، وبحسب ده من السيرفيس لود، السيرفيس لود اللي هو الفورس اف طبعا على الاريا نت بتاعه القطاع. اذا كان القطاع فيه مسامير خلاص هطرح مساحه القطاع ناقص مساحه المسامير، اذا كان القطاع ملحوم هستخدم طبعا الاريا جروس. من الحاجات المهمه ان كمان الالاوبل ستريس ديزاين ميثود ما فيش الشير لاج فاكتور يو، يعني there is no consideration for shear lag اللي هو بين قوسين كده الفاكتور يو كابيتال
اللي انت كنت بتحسبه في ال LRFD. انت لو تفتكروا كنت بتحسب ان ال area net effective يعني في ال LRFD رجعنا مرة تانية. مش عارف احنا وقفنا اخر حاجة سمعتوها ايه. مفيش حد معانا؟ شباب سامعيني؟ تمام تمام اخر حاجه حضرتك طيب قلتها كانت اللي هي السطر اللي فوق اللي هو اريا نت بيساوي اليو في اريا نت افكتيف. احنا كنا بنقول لما بتيجي تصمم بارتيشن ممبر باستخدام ال LRFD كنت بتقول ان الاريا نت افكتيف، ودي كنت لازم بتحسبها، عباره عن اليو في الاريا نت. لما اجي اصمم بالاي اس دي، الاريا نت افكتيف هي الاريا نت اذا كان الممبر بتاعي بولتد، او اريا جروس على طول اذا كان الممبر ده ويلدد. وبالتالي هنا مفيش حسابات خالص لليو. اليو فاكتور طبعا اللي كنت يا اما بتاخده بقيم تقريبيه الكود حاططها في تيبل، او بتحسبها اللي هي كانت بتساوي واحد ناقص اكس بار على ال، حيث ال ال ده طول الجوينت والاكس بار الاكسنتريستي بتاعت الممبر عن الجاست بلين. فما تستغربش لما بتشوف بقى كالكوليشن بالاي اس دي، الديزاينر بتاعها هيحسب الاريا نت فقط ومش هيضربها في اي فاكتور يو، فما تقولش عليه ان هو بيصمم غلط ولا حاجه، لا ده هو كده ماتشنج الكود اللي كان محطوط في الوقت دوت بنفس الريكويرمنت بتاعته. الاف تي الالاوبل ستريس في التنشن ده رقم ثابت وبيتاخد دايما 0.58 الاف يعني نسبه اقل من الواحد مضروبه في الاف يل، وزي ما انتم شايفين 0.58 ده ريدكشن كبير قوي عشان ياخد انتو كونسيدريشن ان الفورس اللي انا بصمم عليها هي فورس جايه من السيرفيس لود مش مضروبه في اي فاكتور، وان ممكن يبقى في ديفكت في الحديد او الورك مان شيب الانستليشن او التصنيع بيبقى فيه مشاكل. فده المين ديفرنس اللي هيظهر عندي ما بين ال LRFD وال ASD. زي ما قلت ان انا بحسب ستريس على الممبر، فورس على الاريا نت او فورس على الاريا جروس اذا كان الممبر ده ويلدد، بقارنه بالاوبل ستريس اسمه 0.58 الاف. طبعا في كونديشن ثانيه عارفينها في التنشن ممبر اللي هي السلندرنس ريشيو، لامدا لازم تكون اصغر من او تساوي 300، فالشرط دوت سيم از LRFD، ده ما فيهوش جديد. الديفليكشن اللي هو طول الممبر على الدبث بتاعه اصغر من او يساوي 60، وده برضه زي ما انت اتعلمت في ال LRFD. فاذا التو كونديشن اللي هو السلندرنس والديفليكشن ذا سيم، المينيمم ريكويرمنت اللي هو طبعا المينيمم سايز of angle 3.3 الديامتر بتاع المسمار اللي انا بستخدمه اذا كان الممبر ده بولتد، او انجل 45 في 45 في 5 اذا كان الممبر ده ويب. فاذا الفرق الجوهري في التنشن ممبر هو في حسابات الستريسز، وزي ما قلت الستريسز دي هتساوي التنشن فورس على الاريا نت بتاعت القطاع، والاريا نت بحسبها عادي جدا اللي هي مساحه القطاع الجروس، مثلا هنا ده بليد بي في تي ناقص الفاي بتاعه المسمار، فتحه المسمار في الثيكنس بتاع الانجل. الالاوبل ستريس اللي هو اف كابيتال تي ده دايما بيساوي رقم ثابت 0.58 الاف يل، وطبقا طبعا لنوع الحديد 60 37 44 52 اقدر احسب النسبه اللي هي 0.58 الاف يلد ديت، بلاقيها زي ما موجود في الجدول قصادنا هنا. من الحاجات الفروقات الاساسيه برضو
الديزاين بتاع سنجل انجل. الديزاين بتاع السنجل انجل في الاي اس دي بيبقى فيه شويه اختلاف في حساب الاريا نت بتاعه الانجل، بسبب زي ما قلت ان مفيش الشير لاج فاكتور يو مش موجود، فبيبقى فيه بديل تعويض عنه في الديزاين بتاع السنجل انجل. ان انا بحسب الاريا نت بتاعه الانجل، لو انا عندي سنجل انجل، السنجل انجل دي بيبقى فيه ليج نوت كونكتد مع الجاست بليت اللي هي باللون الاصفر دي، نوت كونكتد تو جاست بليت، وفي الليج الثانيه اللي هي باللون الازرق اللي هي كونكتد مع الجاست، كونكتد تو جاست بليت. بيقول لك لما تيجي تصمم قطاع مكون من سنجل انجل از اتنشن ممبر، هتسمي الاريا بتاعت الانجل اللي كونكتد مع او الليج اللي كونكتد مع الجاست بليت A1، الاريا اللي هي بيربنديكولار على الجاست بليت هتسميها A2، والاريا نت بتاعت الانجل في الحاله دي هتتحسب من الفورمولا اللي ظاهره قدامنا دي، بتعتمد على A1 و A2 مش جمع جبري. يعني ما بقولش ان الاريا نت هي A1 زائد A2، لا، هي عباره عن ال A1 كلها، يعني مساحه الرجل اللي كونكتد مع الجاست بليت كامله، زائد الاريا 2 اللي هي الاريا بتاعت الليج العموديه على الجاست بليت مضروبه في نسبه اقل من واحد، اللي هو الفراكشن ده، علامه الكسر دي لو دققت فيها هتلاقي ده معامل اصغر من واحد، اللي هو 3A1 على 3A1 زائد A2، وتقريبا المعامل ده بيساوي 3 ارباع، لان A1 تقريبا بتساوي A2، فكأني باخد مساحة رجل كونكتد مع الجاست بليت كاملة زائد مساحة الرجل التانية مضروبة تقريبا في بارامتر اسمه 3 على 4. فده ديفرنس مهم قوي ما بين ازاي بحسب الاريا نت للسنجل انجل. ما كناش بنخش في القصة دي واحنا بنصمم ال ار اف دي، انا كنت بقول ان الاريا نت افكتيف على طول بتساوي اليو في الاريا نت. طبعا ده بديل او طريقه بديله لاخذ الشير لاج فاكتور في الاولبل ستريس ديزاين مثلا. هننقل بعد كده على الديزاين اوف كومبريشن ممبر. طبعا الديزاين اوف كومبريشن ممبر مره ثانيه لازم وانا بعمل تشيك، لازم اعمل تشيك على ثلاث حاجات. السلندر نس طبعا عارفين ان لامدا اللي هي بتساوي كي ال اوفر ار لازم تبقى أصغر من أو تساوي 180 في حالة المين كومبريشن ممبر، مين ممبرز، أو لامدا أصغر من 200 في حالة البريسنج ممبر. فما زال الكونديشن ده أنت بتستخدمه في الـ LRFD، ولازم يتحقق برضو في طريقة الالاوبل ستريس ديزاين. الكونستراكشن برضو المينيمم سايز اوف انجل زي ما هو، اللي هو انجل 45 في 45 في 5 اذا كان ويلدد مثلا، او 3.3 من 10 الديامتر بتاع المسمار اذا كان الممبر ده بولتد. فبالتالي هنا المينيمم سايز اوف انجل او المينيمم سايز اوف ممبر ذا سيم، فاذا الكونديشن واحد والكونديشن ثلاثه ده سيم از ال ار اف دي. امال ايه اللي هيختلف؟ اللي هيختلف هو حساباتي للستريسز، وزي ما قلنا هي طريقه بحسب بيها ستريسز. فاقول الستريس نتيجه اي ممبر عليه كومبريشن فورس وليكن P بيساوي الفورس P على الاريا جروس. وهنا طبعا انا لما بصمم كومبريشن ممبر بستخدم الاريا جروس بغض النظر الممبر دوت كان ملحوم او فيه مسامير. وهتاكد بقى ان الاكشوال ستريس نتيجه الكومبريشن ده او يساوي F كابيتال C اللي هو الالاوبل كومبريسيف ستريس.
وده هيبقى معامل هيعتمد على، او الفاكتور اف سي ده هيبقى هيعتمد على قيمة اللامدا على طول. لو تفتكروا احنا كنا في ال ار اف دي كنا بنحسب بارامتر تاني غير لامدا اللي هو لامدا سي، وبداية لامدا سي دي بجيب اف كريتيكال. لا، هنا الالاوبل ستريس في الكومبريشن ده depend on لامدا، بيعتمد على قيمة لامدا اللي هي كي ال اوفر ار مباشرة، وبالتالي ما بحسبش السلندرنس بارامتر لامدا سي. طيب هيتطلب طبعا عشان احسب كي ال اوفر ار ان انا لازم اعرف الكي بتساوي كام للكومبريشن ممبر، والالاو الكود بتاع الالاوبل ستريس ديزاين الباكلينج لينس بتاعت الممبر هي بالظبط نفس الباكلينج لينسز اللي انت عارفها في الديزاين بتاع الكومبريشن ممبر، فاقدر اقول ان دي سيم از ال ار اف دي، ما فيهاش اي تغيير عن الارقام اللي انت عارفها سواء للباكلينج لينس ان بلين او الباكلينج لينس او اوت اوف بلين للحالات المختلفه سواء سنجل دياجونال او اكس دياجونال او كي سيستم او ان سيستم، نفس الارقام اللي انت كنت عارفها. وطبعا الار بقى هل هي ار اكس ولا ار واي، بنفس الطريقه باخد الان بلين مثلا على الار اكس للزاويتين والاوت اوف بلين على الار واي للزاويتين، فدي ما فيهاش اي تغيير. حسابات اللامدا نفس الحسابات اللي انت بتحسبها في ال ار اف دي. الالاوبل كومبريسيف ستريس ده الاف سي اللي هو الالاوبل كومبريسيف ستريس زي ما قلت ان هو هيبقى معتمد على السلندرنس ريشيو لامدا اللي هي كي ال اوفر ار، وبينقسم الى تو زونز اللي بيفرق بينهم او الليمت ما بينهم لامدا بتساوي 100. لو تفتكروا احنا في ال ار اف دي كان اللي بيفرق لي ما بين التو زونز بتوع الكومبريشن ممبر ان لامدا سي اصغر من 1.1 او لامدا سي اكبر من 1.1. هنا الليمت ما بين بتاع الكيرفين اللي هو الزون الاولانيه اللي بنسميها الان الاستيك باكلينج، ان الاستيك باكلينج، والزون الثانيه اللي بنسميها الالاستيك باكلينج. اللي بيفرق لي بين المعادله بتاعت الجزء ناحيه اليمين والجزء من ناحيه الشمال ان لامدا بتساوي 100، وبالتالي هتوقع ان في معادلتين لو لامدا اكبر من 100 اللي هي الاريا دي، بيقول ان الاف سي بتساوي رقم ثابت اسمه 7500 على لامدا سكوير، والوحدات اللي بتطلع من المعادله دي هي ستريسز بيونتس طن على السنتيمتر المربع، وده لأي نوع من أنواع الحديد. يعني مش هيتوقف الإلاستيك باكلينج هل أنا بستخدم ستيل 37 ولا ستيل 44 ولا ستيل 52. الإف سي بتساوي دايما 7500 على لامدا سكوير إذا كانت لامدا أكبر من أو تساوي 100، اللي هي بنقول إن بيحصل هنا إلاستيك باكلينج. لو أنا في الزون الأولانية اللي هي لامدا من 0 لحد 100 اللي هو الزون دي، بستخدم معادلة للإف سي. المعادلة دي بتعتمد بقى على نوع الحديد الإف ييلد بكام، وبتعتمد على المعامل النحافة اللي هو لامدا سكوير. طبعا حسب نوع الحديد لو عوضت بقى بإف ييلد مرة 2.4 في حالة ستيل 37 أو 2.8 في حالة ستيل 52 أو 3.6 في حالة 52، ممكن المعادلة الأولانية تتكتب بشكل من الأشكال التلاتة اللي احنا شايفينها في التيبل دي، بحيث إن أنا أحدد قيمة الألاوبل ستريس في الكومبريشن بيساوي كام ديبندنج على قيمة لامدا. أخد بالي إن في السنجل أنجل زي ما بنعمل في ال ار اف دي برضو، إن في السنجل أنجل الـ actual stresses اللي هو الفورس على الاريا لازم يبقى أصغر من 60% من الـ FC وليس
الاف سي، يعني بعمل ريدكشن 40% للالاوبل ستريس في الكومبريشن في حاله السنجل انجل، زي بالظبط نفس الكونسبت عشان تاخد تاثير الاكسنتريستي معاك في الديزاين. طيب ازاي بقى اختار الكروس سيكشن بتاعنا؟ يعني ازاي اختار كروس سيكشن يناسب فورس معينه؟ زي ما انت كنت بتفرض في ال ار اف دي مثلا، اختار بس القلم مره ثانيه. لو انا قسمت الشاشه كده قسمت ده، كنت بقول في ال ار اف دي انت كنت بتفرض اسيوم لامدا سي بتساوي 1.1، يعني كنت بتفرض ان قيمه لامدا سي هي الفاصل ما بين الالاستيك باكلينج والان الاستيك. فبنفس الطريقه انت في الاي اس دي هتفرض الفاصل ما بين الالاستيك والان الاستيك ان لامدا بتساوي 100، وعن طريق لامدا بتساوي 100 هتفرض كمان لو عوضت في المعادله ديت ان الاف سي بتساوي 7500 على 100 سكوير، يعني بتساوي 0.75 طن على السنتيمتر مربع. وبالتالي تقدر تقول ان الاريا جروس بتاعه الممبر اللي انت محتاجه هي الفورس بي على 0.75 طن على السنتيمتر سكوير. هتطلع اريا بالسنتيمتر مربع، هتختار تشوز انجل مثلا 2 انجل A1 في A1 في T، وهتفرض ان لامدا بتساوي 100 اللي هي الباكلينج لينث ان بلين على ار اكس مثلا للزاويتين، وانت عارف ان ار اكس دي هي 0.3 من طول رجل الزاويه اللي اسمها A2، فهتجيب A2 بتساوي كذا، وبرده لامدا اوت اوف بلين بتساوي 100، يعني الباكلينج لينث اوت اوف بلين على ار واي للزاويتين اللي هي 0.45 من الـ A3، بجيب A3 بتساوي كذا، بختار الأكبر ما بين A3 و A2 وبعمل له average مع الـ size A1، يبقى عندي الـ A average الـ angle الـ average بتساوي A1 زائد الـ maximum بتاع A2 and A3، كل ده مقسوم على 2. يبقى الطريقة هي بفرض القطاع مرتين، مرة عن طريق الاسترس ومرة عن طريق لامدا بتساوي 100، ده بيديني قطاع وده بيديني قطاع، باخد المتوسط ما بينهم. فالطريقة قريبة قوي من طريقة التشويس بتاعت السكشن اللي انت بتستخدمها في الـ LRFD. طبعا بعد ما اخترت الانجل هحسب بقى الاسترس الاكشوال اللي هو الفورس على الاريا جروس، واشوف لامدا الحقيقيه بكام، هل هي لامدا اصغر من 100 ولا لامدا اكبر من 100، وعوض في المعادله المناسبه للاف سي، وتاكد ان الاكشوال ستريسز اصغر من الالاوبل ستريس. طبعا زي ما احنا عارفين ان عشان اقول ان الديزاين بتاعي ايكونوميك ولا لا، لازم طبعا يعني فور ايكونوميك ديزاين الاف سي، الاف اكشوال على الاف سي لازم تبقى اصغر من 1 طبعا، لان لو زادت عن 1 تبقى انسيف، بس في نفس الوقت تبقى اكبر من 0.85. يعني لو الاكشوال ستريسز بيتراوح ما بين 85% الى 100% من الاف سي، يبقى اقدر اقول ان الديزاين بتاعي ايكونوميك. الديزاين هيبقى ويست، ديزاين is waste if ال F actual على ال F capital C أصغر من 0.85. يعني أنا لو عملت design لممبر وكان ال actual stresses عليه 70% أو 60% من المسموح به أو 40% حتى من المسموح به، يبقى الديزاين بتاعي waste في الحالة دي. وطبعا الديزاين is unsafe if ال F actual على ال F C كان أكبر من الواحد، ده منطقي. لو ال actual زاد عن ال allowable design بتاعي ده يبقى unsafe. دكتور سمحت عن سؤال،
ايوه هو السيفتي فاكتور في الكومبريشن ميمبرز بيبقاش صريح زي التنشن، يعني بيبقى جوه الاف سي مش بيبقى رقم. الاف سي، الاف سي زي ما انت شايفها كده، لو تتبعنا بداية اعلى نقطة في الكيرف هنا اللي هي عند لامدا بتساوي صفر، هتبقى القيمة دي كام؟ 0.58. الاف مش يد مهم. 0.58 بصفر. الاف يد، وعند لامدا بتساوي 100 بالظبط هيبقى الاسترس ده 0.75 طن على السنتيمتر مربع، وبعدين يقعد يقل 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 طول ما لامدا طبعا بتزيد. فهنا انا اعلى نقطة في الاف سي اللي هي 0.58 الاف يلد، اللي هي بتساوي تقريبا الاف يلد على 1.75، هي نفس السيفتي يعني فاكتور بتاع كأن انا التنشن عند، برضه. نعم تقريبا بالظبط، يعني بالظبط كده، 0.58. لان 0.58 الاف يلد دي هي نفس الالاوبل ستريس في التنشن اللي انا كنت باخده وانا بصمم تنشن منه. تمام، فهنا ده اعلى، ده اقل معامل امان. عند الرقم 0.75 معامل الامان بيزيد شويه بيوصل ل2، وعند النقط اللي في اخر الكيرف هنا ممكن يوصل ل2 وربع كمان. فهنا المينيمم سيفتي فاكتور هو 1.75 وبيزيد كل ما لامدا بتزيد. تمام؟ طيب هنتكلم برضو على الديزاين اوف بيمز. الديزاين اوف بيمز في برضه significant difference ما بين ال LRFD وال ASD، بالذات في الحسابات ال stresses due to bending وال stresses due to shear. ال deflection the same، ما فيش فيها أي اختلافات، فأنا بحسب ال deflection عادي وبقارن بالسبان على 300 أو السبان على 200 أو 180 طبعا، أو سبان على 800 لو كان كرين تراك جيردر، فدي ما فيهاش اي مشكله في الديفليكشن. لكن في البندنج انا بحسب دايما الستريس ديو تو بندنج الاف بي على اي كاميرا، ام في واي على اي، او اللي بقدر اكتبها المومنت على الاس اكس. طبعا الاس اكس اللي هو السكشن مودولس اللي هو موجود عندنا في الجداول لاي قطاع اي بيم او اي قطاع انجل او تشانلز، موجود عندي ليستد السكشن مودولس، وده بيبقى عباره عن المومنت اوف انرشيا مقسوم على نص دبس القطاع، واليونتس بتاعته بتبقى سنتيمتر كيوب. لما بقسم المومنت على الاس اكس بيديني الاستريس، والاستريس ده طبعا وحدته طن على السنتيمتر مربع، لازم يبقى اصغر من او يساوي اف بي سي او الالاوبل بيندنج ستريس ات ذا كومبريشن سايت. وده كده هيبقى قصه كبيره لانه هياخد انتو كونسيدريشن برضو اللاترال تورشنال باكلينج، زي ما انا كنت باخد اللاترال تورشنال باكلينج وانا بصمم كاميرا باستخدام ال LRFD. بالنسبه للشير ستريسز انا بحسب شير ستريس كيو سمول بيساوي الشير فورس كيو كابيتال مقسومة على مساحة الويب، وطبعا هنا اللي هي عبارة عن دبس القطاع اتش توتال في التي ويب، إذا كان القطاع بتاعي اي بيم زي ما احنا عارفين، اما بيكون عندي القطاع عبارة عن اي بيم باخد الدبس التوتال اتش واضربه في الثيكنس اوف ويب تي ويب، فهي دي الاريا ويب بتاعت القطاع. الشير يبقى سيف لو كان اقل من الالاوبل شير ستريس، والالاوبل شير ستريس بيساوي الاف يلد بتاعت الحديد في حاله ستيل 37، لو عوضت بالاف يلد 2.4 الاقي ان الرقم ده طلع 0.84 طن على السنتيمتر سكوير. فالشير قصته سهله، هيتبقى عندنا الالاوبل بيندنج ستريس. طبعا عشان احسب الالاوبل بيندنج ستريس احنا عارفين ان اي قطاع من قطاعات الاي بيم تحت تاثير المومنت في عندنا ما يسمى الكلاسيفيكيشن للكروس سيكشنز، ممكن القطاع يصنف على انه كومباكت سيكشن او ان هو نون كومباكت سيكشن او ان هو سلندر سيكشن. فالكلاسيفيكيشن ده بيتفق مع نفس الكلاسيفيكيشن اللي انت عارفه، فاول ستيب
ان انت بتيجي تعمل تشيك على اي بيم لازم تعرف الاي سيكشن دوت يصنف الفلانج بتاعته الويب في انهي كاتيجوري من الكاتيجوريز بتاعت الكومباكت او النون كومباكت او السلندر سيكشن. في نفس التيبلز اللي انا عارفها للكلاسيفيكيشن اوف كروس سيكشن مع اختلاف بسيط في الارقام. يعني هتلاقي الارقام اللي موجوده هنا في التيبل ده سلايتلي ديفرنت عن الارقام اللي انت بتستخدمها في ال LRFD. يمكن الرقمين دول في حاله الكومباكت سيكشن ال C over T 16.9 او 15.3 على جذر F يل دول سيميلر للي انت عارفه في ال LRFD same as LRFD. لكن بالذات الليمت بتاع النون كومباكت هنا مختلف. في حاله الرول سيكشن بيقول لك ان القطاع هيبقى نون كومباكت اذا كانت السي اوفر تي اصغر من 23 على جذر اف اي. الرقم ده اكبر شويه في ال ار اف دي ويوصل 33 على جذر اف اي. ف النقطه دي هتبقى نقطه خلافيه في بعض القطاعات لو انت بتراجع على ديزاين. فبليز استخدم التيبل المناسب ده للاي اس دي وبجيبه من كود الاي اس دي. هيبقى بالذات الليمت ده بتاع النون كومباكت ليمت هيبقى مختلف عن الليمت اللي انت دايما بتستخدمه في ال ار اف دي. فممكن بالنسبه لك القطاع ده يبقى نون كومباكت ك ال ار اف دي لكن في الحقيقه يبقى السلندر لو هو بصمم اي اس دي. فناخد بالنا ان انا استخدم التيبل المظبوط بتاع الكود دوت وليس التيبل اللي عندي في كود ال ار اف دي. فدي نقطه بركز عليها. انتوا شايفين انا خلال المحاضره دايما حاطط في ذهني انت اتعلمت حاجه ومعاك كود في ايدك لكن هتتعرض لموقف حد مقدم لك نوتة حسابيه تانية بكود تاني تعرف تتعامل معاها ازاي وتحكم عليها انها صح ولا غلط. الليمت بتاعت الويب برضو مختلفه او دي ويب على تي ويب. هنا 127 على جذر اف يلد عشان اعتبر ان الويب ده يبقى كومباكت سيكشن او 190 على جذر اف يلد عشان يبقى نون كومباكت. الرقم ده برضو مختلف عن ال ار اف دي بنسبه سيجنيفيكانت. طيب الاف بي سي هتساوي ايه؟ بيقول لي والله الاف بي سي هتعتمد على نوع الحديد. كل نوع من انواع الحديد سواء ستيل 37 44 52 له قيمه معينه للاف فيلد عارفينها. اذا كان الممبر ده او البيم دي كومباكت سيكشن ولاترالي سبورتد يعني ما بيحصلهاش لاترال تورشنال باكلينج فبناخد الاف بي سي بتساوي 0.64 الاف فيلد. هنا عليت شويه بالالاوبل ستريس بس اخد بالي ان في تو كونديشن اتحققوا. الكونديشن الاولاني ان القطاع ده كومباكت، الكونديشن الثاني ان القطاع ده يكون لاترالي سبورتد يعني بريزد موجود في فلور بيم كونكتد مع بلاطه خرسانه في بريسنج على مسافات صغيره بحيث ان انا ما عنديش لاترال تورشنال باك. لو كان القطاع نون كومباكت ده الشرط الاولاني ولاترالي سبورتد كشرط تاني باخد الالاوبل بيندنج ستريس بيساوي 0.58 الاف يلد. يبقى الحالتين دول حالات الكاميرات اللاترالي سبورتد هتعتمد على القطاع بتاعي كومباكت يبقى هاخد الستريس 0.64 الاف يلد. القطاع بتاعي نون كومباكت هاخد الستريس 0.58 الاف يلد. القطاعات بقى سواء كانت كومباكت او نون كومباكت لكن فيها lateral torsional buckling باخد ال FBC بتساوي FLTB اللي هو allowable lateral torsional buckling stress. allowable lateral torsional buckling stress. طبعا احنا عارفين الكاميرات لما بيكون restrained في أولها وآخرها فقط بيبقى عندي لينس اسمه LB
وفي الكود ده بيتسمى ال LB او الباكلينج لينز بنسميه LU او الان سبورتد لينز. يبقى ال LU ده اللي هو الان سبورتد لينز اللي هو المسافه بين البريسنج او المسافه بين الني بريسنج اذا كانت كاميرا فريم وفي مستخدم فيها ني بريسنج على مسافات بيبقى دي هي المسافه بين الني بريسنج كاميرا كرين تراك جيردر مش ممسوكه غير في اولها واخرها فالال يو او الباكلينج لينث بتاعها هيساوي السبان كله. فالاف ال تي بي ده هيبقى ديبندنج او ديبندز اون الال يو بتساوي كام زي ما كان النومينال مومنت اللي انت بتحسبه للكاميرات ام ان كان بيعتمد على ال بي. هنا الاوبل ستريس في اللاترال تورشنال باكلينج برضو هيعتمد على الان سبورتد لينس ال يو. بيقول لي ان في ال تي بي او الاوبل ستريس ديو تو لاترال تورشنال باكلينج هيبقى هو سكوير روت لتو كومبوننت. كومبوننت الاولانيه بسميها اف LTB1 والكومبوننت الثانيه FLTB2. بعمل سكوير لكل كومبوننت منهم واخد لها سكوير روت ولازم الناتج النهائي يبقى اصغر من او يساوي 0.58 الFE لان مش معقول اتجاوز الاستريس العادي في حاله التنشن او الكومبريشن العادي بتاع اي نوع من انواع الحديد. فانا الابر ليميت بتاعي في الاستريس due to lateral torsional buckling هو 0.58 ال F yield. ال FLTB1 بتتحسب من معادلة عبارة عن مجموعة من ال constant 800 ده رقم ثابت على ال LU اللي قلنا ال unsupported lens اللي هو كان بيساوي ال LB اللي انت عارفها في ال LRFD ال buckling length بتاع الممبر. طبعا المعادلة دي بتطلع لي وحدات طن على السنتيمتر مربع بس لازم ال LB دي تكون وحداتها سنتي. الدي اللي هو دبث القطاع بالسنتيمتر. الاريا فلانج طبعا اللي هي عباره عن مساحه الفلانج بي فلانج في التي فلانج وبعوض عنها برضو بالسنتيمتر مربع. السي بي اللي هو البارامتر بتاع المومنت جريديان افكت وده طبعا يا اما بتجيبه من معادله يا اما من الكيسز الستاندر نفس الكونسبت اللي انت بتحسب بيها السي بي في ال ار اف. المعادله الثانيه الاف ال تي بي 2 في الحقيقه بتتحسب من ثلاثه كونديشن لو انا سميت ده ايه او بي او سي كل واحد كده قبليه اف ستيتمنت حسب نسبه ال يو على الار تي أصغر من الرقم دوت أو ما بين الرقم ده والرقم ده أو أكبر من 188 سكوير روت سي بي على الـ FE. إذن أنا لازم أحسب الـ LU على الـ RT اللي هو الـ Buckling Lens على الـ Radius of Gyration وزي نفس المسمى اللي أنت عارفه الـ RT ده عبارة عن الـ Radius of Gyration بتاع الجزء القطاع المكون من الـ Compression Flange زائد سدس الويب. فانت بتحسب ال RT دي في الديزاين بال LRFD هي نفس المسمى RT اللي انت بتحسبها هنا بس بتحسب النسبة LU على ال RT اللي هي تناظر يعني ال LB على ال RT وتشوف انت واقع في انهي رينج بالنسبة للأرقام اللي هي 84 جذر CB على ال F yield او 188 جذر CB على ال F yield. حسب كل كونديشن من دول هعوض في المعادله المناسبه. المعادله الاولانيه دي طبعا خط مستقيم ثابت افقي اف ال تي بي 2 بتساوي 0.58 الاف يل او المعادله الثانيه اللي بتعتمد على ال اوفر ار تي سكوير او المعادله الثالثه اللي هي رقم ثابت 12000 على ال اوفر ار تي كل سكوير في السي بي. دول المعادلتين اللي انا هحسبهم FLTB1 وFLTB2 حسب انهي condition applicable عندي هحصلهم squaring تحت الجذر اجيب allowable stress في lateral torsional buckling بيساوي كام. هنا ما بحسبش nominal moment خالص
انا هنا بحسب دايما ستريسز، وزي ما قلت الستريس دوت اللي هو الاف بي دوت هيبقى معتمد ديبند اون ال يو على الار تي، بيعتمد عليه بالمعادله اللي احنا شايفين. طبعا السي بي بجيبها من تيبل، التيبل ده نفس التيبل اللي موجود في ال ار اف دي حسب الاند كونديشن اللي بتتعرض ليها الكاميرا. لو الكاميرا دي عباره عن عليها يونيفورم مومنت ثابت along السبان بتاعها، السي بي بتساوي واحد. لو في عندي ريفرسد مومنت في بدايه الكاميرا عن نهايتها، السي بي 2.3. كاميرا سمبلي سبورتد اندر يونيفورم لود، السي بي 1.13 and so on. كاميرا عليها كونسنتريتد لود، السي بي 1.35. الحقيقه الكود دوت ما فيهوش الايكويشن اللي انتوا عارفينها اللي هي 12.5 الام ماكسيمم على 3 ام 1 زائد 4 ام ماكسيمم زائد 3 ام 2 زائد 2.5 ام 3. ما فيش الايكويشن دي، مش موجوده دي ان ال ار اف دي اونلي، لكن ما فيش ما يمنع كفيزيكال مينينج انها ايه تستخدم برضو في الالاوبل ستريس ديزاين، لان في الاخر المومنت جريديان فاكتور او المومنت كوريكشن فاكتور ده مفروض ان هو اندبندنت على طريقه الديزاين اللي انا بعمل بيها ديزاين سواء ال ار اف دي او اي اس دي. اعتقد كده احنا المينا او خدنا فكره سريعه عن الديزاين بالاي اس دي، من اول الكونسبت بتاعه الديزاين واحسب الاحمال ازاي، مرينا على التنشن والكمبريشن ممبرز والبيمز. المحاضره الجايه ان شاء الله الدكتور احمد حسن هيشرح معاكم تصميم الاعمده. فانت كده تقريبا العناصر الاساسيه في سواء كان تنشن كومبريشن مرجعيه ليها، تقدر مش مطلوب منك او احنا ما بنديش زي ما بقول ما بنديش المحتوى دوت عشان تصمم انت بيه، لا عشان لو اتعرضت في اي ديسكشن او بتراجع اي شغل لحد تاني بالاي اس دي تبقى عندك الباك جراوند ان شاء الله. سبوزدلي يعني احنا شغالين على كود نقدر نسميه يونيفايد كود حاليا، هيجمع الاثنين مع بعض الـ ASD والـ LRFD في one code بحيث يلغي الـ conflict ديت، ويفترض إن شاء الله في المستقبل القريب يبقى عندنا في مصر كود واحد unified، اللي عاوز يشتغل ASD يشتغل بيه، اللي عاوز يشتغل LRFD يشتغل بيه، الاثنين موجودين في نفس الكود عشان نمنع أو نقلل أي conflict أو أي اختلاف في الكونسبت ما بين الكود ده والكود دوت. ان شاء الله الكود ده يرى النور يعني خلال سنه على الاكثر ان شاء الله. انا كده خلصت، لو في حد عنده اسئله. دكتور هو انا عندي طلب وسؤال. الطلب الاولاني معلش، ممكن حضرتك تبعت لنا سلايدز عشان بحيث ان انا ارفعها على درايف الدفعه؟ حاضر، السلايدز دي انا هبعتها لكم حاليا. انت بس يعني ابعت لي مسج على الواتساب او ايميل او اي حاجه عشان اعرف اتواصل معاك ازاي. تمام خلاص. انا ايه الجاما؟ الجاما ده اللود فاكتور، والكيو دي اللي هي السيرفيس لود، وهنا الطرف الثاني الفاي ده ريزيستنس فاكتور. دي كده المعادله بتاعت ال ار اف دي. طبعا هو ساعات بيحطوا رمز هنا سيجما، يعني مجموع الاحمال اللي هي فاكتورد نتيجه السيرفيس لود. المعادله المناظره ليها في الاي اس دي بيقول لي ان سيجما كيو تبقى اصغر من الار ان
على أوميجا اللي هي السيفتي فاكتور. دي الـ ASD. دايما الناس لما بتيجي تتكلم على الكودين او الفرق ما بين الليميت ستيت والوركينج، ان انت هنا عندك في الليميت ستيت فاصل احتماليه زياده الاحمال عن احتماليه الديفكت في الماتيريال والكونستراكشن. يعني عارف الاحمال ممكن تزيد قد ايه، انا عارف ان المنشأ بتاعي ده هيفضل سيف لو اللايف لود زاد لحد 60% زيادة عن قيمته، والديد لود هيزيد لحد ما يبقى 20% زيادة عن قيمته، المنشأ بتاعي ببقى مطمن ان هو سيف. على الجانب الاخر كمان الفاي فاكتور بياخد انتو كونسيدريشن العيوب اللي ممكن تحصل في الماتيريال. طبعا الحديد مادة بيبقى فيه كواليتي كنترول عليها من اول تصنيعها من خامة كخامة حديد لحد ما بتتنفس كمنتج نهائي، فهنا الـ resistance factor ده احنا عندنا في الستيل بيتراوح اقل قيمة له من 0.7 الى 0.85. فانا فاصل كده المشكلة اللي ممكن تحصل في الحديد كتصنيع او في كتركيب والاحتمالية بتاعت زيادة الاحمال عن القيم التشغيلية اللي انا مفترض انها تبقى موجودة اثناء عمر المنشأ. فالسيفتي فاكتور واضح وصريح في الناحيتين، في حين ان انت لو بصيت على المعادله بتاعه الاي اس دي هتلاقي دي هي السيرفيس لود فقط، والسيفتي فاكتور ده بياخد انتو كونسيدريشن حاجتين، احتماليه زياده الاحمال واحتماليه عيوب التصنيع وعيوب الخامه بتاعه الحديد. ما بتبقاش عارف هو انا ممكن اسمح للاحمال تزيد قد ايه، ومش عارف ممكن يحصل حيود في الاف ييلد قد ايه، لان الاثنين مندمجين في بعض في حاجه واحده اسمها السيفتي فاكتور. عشان كده دايما بيبقى الستيتمنت اللي بتتقال ان الديزاين باي ال ار اف دي از مور ريلايبل عن الديزاين بتاع الاي اس دي. يعني ايه ريلايبل؟ يعني بيبقى عندي ثقه، انا عارف المنشأ بتاعي هيبقى سيف لو اللايف لود زاد 50%. نفس الثقه دي مش هتبقى موجوده عند اللي صمم المنشأ بتاعه بالاي اس دي، لان السيفتي فاكتور اللي هو 1.75 اللي كنا بنتكلم عليه ده انا ما اعرفش هو شامل ايه. يا ترى هخليه نسبه كبيره منه بتادرس عيوب التصنيع مثلا، ونسبه قليله هي اللي بتادرس الزياده في الاحمال، ما اعرفش. انا ما اعرفش ال 1.75 دي متقسمه ازاي، جزء قد ايه لعيوب الماتيريال وجزء قد ايه لزياده الاحمال. عشان كده بلاد كتيره قوي انتهى فيها الديزاين بالاي اس دي وتوقف تماما، واصبح الكود الوحيد المسموح بيه بالديزاين هو الليميت ستيت ديزاين. زي ايه؟ زي دول الاتحاد الاوروبي كلها، زي استراليا، زي كندا. كندا من الاوائل التسعينات خلاص انتهى الالاوبل ستريس ديزاين فيها، وما فيهاش غير كود وحيد هو كود الليميت ستيت ديزاين ميثود، اسمه كده ليميت ستيت ديزاين ميثود، هو بقى مبني على الفاكتور ديزاين. امريكا فضل الكود عندهم عاملين كود برضه سنه 87 الاوبل ستريس، وظهر عندهم كود تاني في سنه 93 ال ار اف دي، وفضلوا ماشيين بالتو كودز مع بعض بنفس الكونسبت اللي احنا شغالين بيها في مصر حاليا لحد سنة 2005. عملوا ما يسمى اليونيفايد كود، بقى كود واحد بيدي الريزيستنس بتاعة الممبر الار ان، والار ان دي بقى يقول لك اضربها في الفاي تجيب ال ار اف دي ريزيستنس، او الار ان دي اقسمها على اوميجا اللي هو الفاكتور اوف سيفتي تجيب الالاوبل ستريس ديزاين ميثود. وبالتالي هنا اللي بيعمل ديزاين بالكود دوت اللي هو سموه يونيفايد كود، يعني من اول 2005 في امريكا، سواء هيصمم ال ار اف دي او اي اس دي الاثنين هيحسبوا الار ان واحد،
بنفس الطريقة، هيختلف بس ان هو هيضربها في فاي او هيقسمها على اوميجا. في مصر احنا هنمشي ان شاء الله في الكود الجديد اللي هيطلع خلال سنة بنفس الابروتش، ان احنا هيبقى عندنا يونيفايد كود بحسب بيه ريزيستنس بتاعت الممبر او الكونكشن بنفس الطريقة، لكن اللي هيختار انه يصمم بالاي اس دي هيحسب الوركينج لودز وهيقارن الريزيستنس على الفاكتور اوف سيفتي بالوركينج لودز. اللي حابب يمشي بالال ار اف دي هيحسب الفاكتور لودز وهيقارنها بالفاي في الريزيستنس. طبعا ليه احنا عاملين كده او ليه الامريكان في الاساس عملوا كده؟ عملوا كده عشان في جينيريشن قديم، في مهندسين متخرجين من سنة 80 ومهندسين متخرجين من سنة 90 وعملوا منشآت كتيرة وما زالوا موجودين في الماركت، هو مش عاوز يجي على الناس دي وفجأة يقول لهم كل الطريقة اللي انتوا تعلمتوها ارموها وروحوا تعلموا من اول وجديد. او ان انت لو بتعمل تشيك على منشأ قديم تصمم على الكود دوت برضو يبقى عندك الكابابيليتي ان انت تقدر تراجع الكالكوليشن سيتس بتاعته وتشوف مدى الأمان في الوقت ده according للكود دوت المنشأ ده متصمم ازاي. لكن أنا أتوقع بقى في المستقبل البعيد شوية بعد 10-20 سنة المفروض يختفي خالص الـ ASD، والناس اللي هي الجنريشن القديم اللي زي حالاتنا أنا كده والدفعات اللي قبلية خلاص هيبتدوا يتقاعدوا يعني ويطلعوا معاش ويبعدوا عن موضوع الديزاين، ويجي الجنريشن الجديد بقى اللي هو حضراتكم. احنا بقالنا في الكلية يعني من سنة 2017 فانتوا رابع دفعة بيتم التدريس ليها باستخدام الـ LRFD. في جامعات تانية في مصر شغالة زينا زي جامعة طنطا مثلا، هندسة شبرا شغالين برضو LRFD. فعدد المهندسين اللي في السوق اللي دلوقتي بيتخرجوا وعارفين LRFD بيزيد مع الوقت، وعدد المهندسين الحاليين اللي عارفين ASD بيقل مع الوقت، خصوصا كمان لما ينزل الكود اليونيفايد هتلاقي كل جامعات مصر هتقلب له، ويبقى من هنا ورايح كل الناس في الغالب هتبقى فاميليار جدا بالكونسبت بتاعت الـ LRFD. أرجو أن أنا أكون يعني وصلت النقطة وما توهتكش. تمام يا دكتور، شكرا جدا. لا طيب، أي أسئلة تانية من التدى الحاضرين معنا؟ ولا ما حدش دخل تاني غير التاني؟ أنا مش عارف. لا، في ناس تانية كتير. طيب انا هبعت لزياد ان شاء الله السلايدز دي، وان شاء الله الدكتور احمد زي ما قلت هيكمل معاكم الاسبوع الجاي الديزاين بتاع الأمر. تمام يا شباب، حد عنده اي اسئله؟ كان في مارك ريوس معايا في المجموعة موجود؟ تمام يا دكتور، موجود بس خلاص بقى دي حاجة تبع الجروب بتاعنا احنا، فممكن ابقى حضرتك برايفت. طيب ماشي، يعني ممكن نتكلم دلوقتي يعني، وممكن محمد عصام يوقف التسجيل دلوقتي واسألني بقى يا مارك. لا لا، وقف التسجيل، وقف التسجيل ده تاني خلاص. خلاص يعني لو ما عندكوش اسئلة تانية ما عندكوش استفسارات يعني. تمام خلاص هوقفها. تمام اوكي، شكرا يا محمد. عفوا. ايوه يا مارك.